بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المسلمون، أهلا بكم ومرحبا في فتاوى دار الإفتاء المصرية. ما زلنا نتكلم عن الصلاة وأحكامها. سؤال ورد إلينا يقول: نحن نصلي في مسجد ثبت أنه ينحرف عن القبلة ب23.48°. فهل هذا الانحراف يسير أم هو يضر بصحة الصلاة؟ نقول: وبالله التوفيق، استقبال القبلة حال الصلاة واجب مأمور به، لقوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والمقصود هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، فمن كان في المسجد الحرام يتوجه لعين الكعبة، ومن كان في مكة يتوجه إلى المسجد الحرام، ومن كان خارج مكة يتوجه إلى جهة مكة. هكذا روى الإمام البيهقي بسنده إلى ابن عباس مرفوعا: البيت كله قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. والذي عليه العمل والفتوى في دار الإفتاء أن من بعد عن الكعبة فإنه يكفيه التوجه إلى جهتها، لما رواه ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجة بسندهم إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانب الوجه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها. يبقى الوجه، وجه الإنسان، أو جزء من الوجه فقط. لذلك الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة 45°. وعليه فانحرافكم ب23.48%، هذا لا يضر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.